أحمد عزام مبروك. شكرا. الجاليري دوت نمرة كام؟ وده خامس كولكشن. ابتديت حوالي سنتين ونص. وده الخامس. بس تجربتك الأولى مع كريستال عصفور. بالظبط. دي أول مرة, مش أول مرة استعمل كريستال, بس أول مرة استعمل كريستال عصفور في كولكشن, وأول مرة أعمل كولكشن كله يكون كريستال من أول لآخر. يعني أنت معتمد مينلي على الكريستال كديزاين للشنطة. بالظبط. يعني أنا كنت الديزاين أصلا كان قايم على الكريستال. يمكن دي كانت بالنسبه لي تشالنج, يعني ان انا الديزاين استعمل يعني يبقى على شكل الكريستاله نفسها. بس انا كنت اكسايتد جدا بالتعاون مع كريستال عصفور, وعشان كده كنت حابب ان انا يعني عاده شنط اللي فيها كريستال دي بتكون اكتر للسهره او شنطه بالليل, بس انا كنت حابب ان انا في الكولكشن المره دي لا يعني اغير المفهوم ده, وتبقى الشنطه مش شرط خالص تستخدميها بالليل او وانت خارجه بالليل او حاجه, بالعكس ممكن تستعمليها الصبح كمان. انت اخترت من كريستال عصفور, طلبت منهم يعملوا لك ديزاين شويه يعني مخصوص عشانك, ولا انت من الكولكشن بتاعتهم اخترت حاجات مناسبه ليك؟ والله ده كلاين, ده اول مره كان تجربه, لا ما خليتهمش يعملوا حاجه مخصوصه. احنا بنتست بيه الماركت, بس بنشوف الناس هتتقبل ان الشنطه يكون فيها كريستال فعلا, وزي ما كنت بقول لك ان انا حابب ان لا الشنطه دي ما تتمسكش بالليل, بس هنشوف الناس هتتقبل الفكره دي ولا لا, وعلى الاساس ده بعد كده ان شاء الله ممكن يبقى في حاجات بتتصنع مخصوص للشنط يعني من كريستال عصفور. انت هتعمل موضه جديده ان الكريستال يبقى في الشنط الصباحيه كمان؟ يعني يا رب. طب شفتها دي في حاجه قبل كده, او شفت الكريستال المستعينين بيه في ديزاين والناس بتستخدمه بالنهار, فعشان كده حبيت الفكره؟ بس انا عاده ما يعني بالذات في الشنط انا مش يعني بتابع الترند العام في اللبس في الاكسسوارز في الحاجات دي, بس في الشنط ما بحبش ان انا اتابع الشنط, بحب دايما يعني انت لو بصيتي على كل الكولكشنز اللي فاتت هتلاقي دايما عندي اشكال غريبه في الشنطه, تلاقي شنطه على شكل هرم شنطه, فدايما هتلاقيني مش بتابع الموضه الشنط بالذات, عشان كده دايما بتلاقي حاجات مختلفه. في شنط بتتعمل شنطه مش استخدام بالليل فيها كريستال طبعا, اكيد يعني مش هقول ان انا اول واحد عملت كده, بس انا هتلاقي في معظم الكولكشن هتلاقي في حاجات كتيره مش بالليل يعني ممكن تلبس في اي وقت. لسه حسيتات منهم يستخدموا الشنط دي مع لبس سامبل؟ والله بصي على حسب, في في شنط في الكولكشن ما ينفعش تتمسك مع حاجه مع فستان, في يعني لازم يكون سامبل يعني فعلا, وفي شنط لا مع اللبس العادي الشنطه مش اصلا الكريستال هتلاقي عليه محطوط بطريقه هو الكريستال نفسه سامبل في الشنطه, فعلى حسب بقى انهي شنطه. كل مره كنت انت بتقول دي المره الرابعه او الخامسه ليك؟ الخامسه. طيب انت في كل مره كنت بتعمل فيها حاجه جديده, بتبقى عندك فكره جديده ورا المعرض؟ كل مره بيكون في فكره ورا الكولكشن كله, وبتلاقي كل الشنط اللي بتكون في الكولكشن كلها في نفس الاتجاه ده. المره دي كلها كريستال, كانت هي دي الفكره المختلفه في الكولكشن ان انا عامل الكولكشن كله مستخدم فيه الكريستال. الكريستال هيزود الكوست بتاعت الشنطه ولا ايه؟ اكيد طبعا. يعني كريستال عصفور من في العالم حتى مش في مصر بس, من اكبر شركات الكريستال, يمكن اول او تاني واحد حتى, وماركت شير بتاعه كبير قوي في العالم كله, مش من كام حتى في مصر, يمكن في مصر الدنيا مش زي بره بالنسبه لكريستال عصفور. بس طبعا من اكبر الاسماء في كريستال, فاكيد طبعا زودت الفاليو بتاع الشنطه. والله زي ما كنت بقول لك انا بعد كل سنه بحاول ازود حاجه جديده, فبعد اول سنه زودت
اللاين بتاع الرجاله، الشنط الترافل باجز والحاجات دي. المره دي زودت الاكسسوارز، هتلاقي بقى فيه بيلت والكي تشينز والمحافظ. هوفلي بقى محتاجين نخش في الجزم والاحذيه والحاجات دي. حاجات النهارده في الجاليري غير الشنط اللي شفناها؟ يعني هو اكتر احنا النهارده عاملين ديسبلاي بس للناس تيجي تشوف الشنط. كنت بتقول في ميدلز كمان؟ دي جيف اويز بقى. دي جيف اويز للناس اللي موجوده، يعني فيها الميداليات، فيها زام وكريستال عصفور. يعني ده انت اللي عملتها؟ مبروك. ميرسي، الله يبارك فيكي.